علي المستشار حريص على موسم الدرعية، نفس الشيء يستثمر مثل هذه المناسبات لإضافة الرياضة لهذا الموسم. المرية موجود بكرة، عندنا نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان، استمتعت الجماهير بمسرحية يوسف الثنيان، الآن يجري عرض المسرحية السهم الملتهب بالنسبة لي، أو تقريبا من 16 إلى 28 بالنسبة لي الكابتن ماجد عبد الله. يعني واضح أنه جزء الرياضة موجود في موسم الرياض وبشكل قوي، وليس فقط خلنا نقول حضور بسيط. طبعا يعني فعلا فعلا احنا محظوظين بانه رئيس معالي المستشار تركي آل الشيخ، محظوظين جدا بانه يوم من الايام كان يرأس هيئة الرياضة ويعرف تفاصيل ودهاليز كرة القدم، وسجل حضور مبهر في أمور كثيرة على مستوى الأندية، على مستوى الدوري. شفنا تقريبا نسخة من أقوى النسخ في الدوري المحلي في 2019 عندما كان رئيس للهيئة، شفنا الاهتمام والاستمرار بإيمانه بأنه جزء مهم من الترفيه واستغلال موسم الرياض في جوانب رياضية، الاهتمام بالرموز زي يوسف الثنيان الفيلسوف، ماجد عبد الله السهم الملتهب زي ما قلت، في مسرحيتين سبق وأن أعلن عنها، شفنا مباراة الفريق الأسباني اللي تعود ملكيته له أمام الهلال لما أنت وبوجود رحت وغطيتوها، كيف كان الحضور مبهر، ويومها أعلن بأنه هناك تنسيق بينه وبين مسلي المعمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر لإقامة مباراة ودية ستكون حاضرة بكرة. شفنا اهتمام المدرب الرجل الفني في هذا الفريق، أنه عارف مو بس لو يقول لك تاليسكا يا عبد الله ولا يقول لك أبو بكر ويتوقف هنا، أقول لك ما هو عارف تفاصيل فريق، هذولا أسماء لاعبين مهمين في منتخبات بلادهم يوم من الأيام. أبو بكر شفنا الحضور اللي سجله في كأس العالم في مونديال الدوحة، يمكن كاد يكون أول لاعب يسجل ويصنع في نفس المباراة، لكن قال لك حتى عن سامي النجعي وقال لك عن أسماء محلية وقال لك عن المدرب العالمي وقال لك أني سأبدأ بستايل قوي وجدي في الشوط الأول أول 45 دقيقة وبعدين حبدأ التغيير وإضافة الفرصة للبدلاء. فبكل صراحة اليوم زي ما إحنا محظوظين بوجود وزير الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وما يقدمه على كافة المستويات وعلى الرياض كل الرياضات وعلى موسم الدرعية وتفاصيل النشاط والحراك الرياضي اللي مسمع عند العالم، أيضا الترفيه وما تقدمه في مجال كرة القدم وبقية التفاصيل. نتمنى إن شاء الله نشوف مباراة وأكسب الكابتن عباس إن شاء الله يفوز النصر. إيش اللي صاير؟